عفوا شاب 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 ورفله غلط في واحد زن تاني، فزن تاني يزعل وحسب عليه ورفله كلهم، وقال مش عاد نجيكم وما نش عاد اصحاب ولا عاد نجي لي ابن وليد، وزعل وقالها في قصيدة متاعت شعر. ردوا عليه ورفلة قالوا له غلطة غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا انساني، يعني قالوا له شاب من الاعدادي مدرسة اعدادية ما يعرف التاريخ ولا يعرف معركة الكردون، زي ما قلت لاني توه هالشباب اللي تو موجودين ما يعرفوا اهلهم وجدودهم وما يعرف معركة الكردون وما يعرفوا الا المرحوم محمد الصغير العايب اللي كان يحل في المشاكل في زنتان وكنا نعتمدوا عليه. قالوا له يا ودي ما تواخذنا، قصدي حتى احنا يجب ما نواخذ الزنتان، احنا ما نواخذهم الزنتان الابطال، لان قالوا له يا ودي غلطه غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا انساني، لا هيش مقصوده ولا غلطتنا، شباب طيش من وكاله البناني. قال هذا شباب طايش من اللي ياكلوا في البناني بتاعين الموز. قال يا جماعه، قالوا يرى الشعر هذا جماعه في زنتان ما سمعوش، ارجو تعاودوا هاني عاودت علشانه. حتى تو الشباب اللي موجودين في زنتان هم من الشباب الطيش من. لكن جيبوهم لي، يا ريت تجيبوهم لي بس، كل الشباب هذوما انا نبيهم، انا نبي الشباب الثاير، انا اللي سميته جيل الغضب. معقول الشباب الفاتح يترك المجاد يضحي به ويحرق الجماهيريه بتاعت دوله الجماهير علشان وحدين مقملين مسخين يتبعهم عملاء المخابرات الاجنبيه والدراوشه؟ من يصدق هذه؟ لا يمكن، مش ممكن شبابنا يقودهم واحد اخر. هم اذا كان ما تبعوش معمر القذافي بيتبعوا واحد مجمل بلحيته؟ مش ممكن. الشباب معانا احنا، هذول شبابنا، هذا جيل الغضب اللي انا ربيته، هم يهتفوا في كل مكان يقولوا نحن جيل بناء معمر واللي قاعدين يتدمر. دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار، لا رجوع الى الامام، الى الامام، الى الامام، ثورة ثورة.